بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم أخواني الأعزاء، طبعا مستمرين بالأمسيات الجصانية تحت عنوان الملتقى الثقافي لأهالي جصان. طبعا اليوم الأمسية من الأمسيات المميزة طبعا من البيوت الطينية، من أحد البيوت الطينية الفوق التلة اللي كانت هذه البيوت العامرة بأهلها. طبعا من كل بيت كان يسكن 4 أو 5 نفرات، 10 نفرات، 8 نفرات، يعني حسب الغرف الموجودة. لكن كل غرفة، كثير من الأخوة اللي هنا الموجودين، كل غرفة متزوج بها واحد وهو وأولاده. سابقا إذا تذكرون يعني أنت مرتبط أخو كبير بالعمر. نعم طبعا يمي هنا الأخ العزيز حسن فالح عبد الرزاق، الأستاذ حسن الله يحفظه، والأخ العزيز مرتبى ابن المرحوم محمد فيصل دعدوش الله يرحمهم رحمته الواسعة، ويمنا لواء ابن ذياب الله يرحم والديه، الأخ العزيز حيدر غني حمود، خالد عبد خرموش أحد سكنة عجد كريشة، ونفتخر جيراننا الله يحفظكم، الأخ العزيز علي راضي الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية. طبعا وجماعة كثيرين موجودين هنا أيضا. هذه الأمسيات الجصانية طبعا أكثر الناس تجيها يجون يسون الأمسيات هذه حسب ما عرفنا من الأخوة الأعزاء فقط بأيام الشتاء. شنو خلاكم حسن، نبدي ويا حسن، شنو خلاكم تسوون تجمعات وامسيات جصانيه بهذا المكان؟ والله ابو عبد الله احنا هنا كل سنه كل سنه بموسم الشتاء تبدي يعني هاي القعدات هنا من شهر العاشر لحد شهر الثالث تقريبا وننزل، فنبقى يعني ليليه هنا نار وشاي تعرف هاي واكل اغلب الليالي على حسن. نعم حسن كافي. واكل اغلب الليالي هنا احنا نسوي بياناتنا الجماعه. تقريبا انتم تجمعكم متكون من كم نفر؟ والله تقريبا 16-15 نفر. زين قاعد فيكم موكب ما شاء الله. والله موكب. شنو اللي تسووه بالليل؟ يعني تطبخون مثل عشاكم يكون هنا، لو تجون تتعشون بالبيت وتجون تتعللون هنا؟ هو اغلب الايام نسوي عشاء هنا احنا. نجي ناكل يعني تعرف على الواهس وجماعه. اما نجيب اكل جاهز من المطاعم او احنا هنا عندنا نار وعندنا حطب هنا جنبي. عندنا حطب موجود. حطبكم عندنا في 4 مطاعم. وكل سنه احنا نحضر بعد الله. نعم يعني كمل الامسيه مالتك على مود بس يمن ما بس اشوف البث منه على مود هاي تجمع جصان. نعم استاذ كمل البث. نعم كمل لنا السالفه. شنو سمعت جماعه يقولون هنا الاخ مرتضى وهذا يقول مرات يجيبون طيور وقطه وشغلات. اي والله عندنا هنا صيادين تعرف يعني من ضمن الجروب عندنا صيادين. عندنا مثل عمار وائل وحمودي هاي من ضمن الجروب. من ضمن الجروب مالتنا صيادين. فدائما يجيبون يعني يطلعون يا اما حمام يا اما قطه وهاي السوالف. وهاي لوين تبقون بالليل هنا؟ بالليل تقريبا 11 ونص 12 ننزل بعد لهنا. والله هسا احنا نرجع لك ان شاء الله بس ناخذ ويا مرتضى بكلمه. مرتضى طبعا انا مرتضى تعال يمي لان انت ما جاي تبين من هالصفحه هذه. طبعا مرتضى شنو شعورك وانت تقدرون تروحون للبساتين، تقدرون تقعدون بالديوانيات بالاستقبال بهاي البيوت الحديثه، كل واحد ما شاء الله بيته يعني يلزم 50-60 نفر واحدث البيوت، مو تمام؟ شنو اللي يخليك تجون بالطين يعني؟ ليش تجون هنا ببيوت مال طين؟ والله ابو عبد الله واحنا بالشتاء كل سنه احنا نجي هنا. انتوا سابقا ببيت جدك هناك؟ هناك بيت جدي. بعد هو من تعرف من تحولنا هناك نزلنا جوا هي بعد وقعت البيوت كلها. ونجي احنا هناك كل سنه احنا نلطشه نطي الحازم يعني الحازم قيمي. العام طلع الحازم قيمي اللي طشه وهاي. ونجي نقعد بلا وين نروح؟ متنفس الوحيد هو ان هذا. ونلتم احنا جماعتنا كلياتنا. بينا كلياتنا احنا مجموعين يعني موكبنا اللي جوا العشارة هو احنا جماعتنا كلياتهم هنا. السيدة خولة. اي مال خولة. نعم. وين نروح بعد ابو عبد الله؟ هنا نتعشى نسوي اكل نسوي شلاكين بعد ايام مدقوقة ذن كلنا نسويهن.
ودقون وهاي اي هنا ندق نجيب الجاون وش اسمه ندق شوي. انا سالتك عن شعورك بين بين الطين. والله ابو عبد الله هو احنا ذن عشنا بيه هاي شو يسموها هذه هاي يسموها احنا نسميها ديوانيه طرمة ذي طرمة حيدة طرمة هي هاي نفسها هي طبعا قبل يسموها طرمة وديوانية ذاك يسموها ايه شوي قرب لنا الموبايل ابو علي علينا لان شوي والله ابو عبد الله هو هاي بيوتنا احنا صرنا بيها يعني ايه عشنا بيها فمن من نجي من نجي نقعد بيها يعني نرتاح اخذنا فره هيش اخذنا فره نعم كمل نجي نقعد بيها نرتاح نفسيتنا ترتاح لان احنا عشنا بيها صرنا بيها هاي البيوت نعم وهاي لهذا السبب يعني اهم تذكرت كبير بالعمر تم المولد ايه 86 86 86 يعني 86 يعني انت كبير ببيت مال الطين اي كبير بال 2019 احنا نزلنا بال 2019 بال 2019 نزلنا جوا كنا قاعدين ببيت حجي فيه صار بيت يدي ايه؟ اللي هو بيم الحسينية مال شوي المايك خلينا يم الحسينية مال ايه؟ حجي شهيد ايه هاي بعد لا كملنا انت تقول تجي بيهن تقعدون هنا ترتاحون طبعا نرتاح لان هي بيوتنا احنا صرنا بيها يعني عشنا بيها طفولتنا وكبرنا كله بيها بعد زين شنو رايك بذول القسم من الشباب اللي ما مولودين هنا بالتله يقول يعني باعتبار هي اصبحت بيوت ما لها قيمه وبيوت مال طين وخرايب اي طبعا ابو عبد الله لان لا. هم ما عاشوا بيها ايه؟ ما صاروا بيها لا هم ما صاروا ما صاروا بيها فما ما يحسون بهذا الشعور اللي احنا نحسه ما يحسون بهذا الطعم اللي انتم جاي تحسون ايه؟ به لها طعم هي هسه قعدتها هاي لها طعم هنا ايه؟ لها طعم خاص يعني احنا نحس بيه بس هم ما عاشوا بيها ايه؟ ما صاروا بيها فما يحسون ما يحسوا ما يحسون الاحساس اللي احنا جايين نحسه بيها وما ادري بعد شو اقول لك ابو عبد الله يعني يجوز يعجز التعبير يعجز 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 التعبير يعني شلون اوصف لك ما يعني باعتبار من تجي هنا تذكر ابائك واجدادك طبعا 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 نعم. انا هذا بيت يدي ايه؟ يعني اكثر ايام هنا خلص الاخوان الاعزاء يقول بيت يدي احنا قبل ايه؟ نقول يدي ونقول اكو شغلات جسانيه يعني مع الاسف الوقت ايه ايه طورته ايه ايه نعم نعم يعني هنا كان نعم. كانت في بيتي تبقى لوحدها انا اروح ابات يمها هيك نعم ناخذ كلمه من الاخ العزيز ما ادري منه راح نرجع مره لاخر لوي لوي نعم. معدك كلمه يلا احكي لنا عن قعداتكم والله ابو عبد الله انت مثل ما تعرف من تولد بهذا المكان حد ما تكبر انت تبقى على هذا المنهج ما تقدر تغير هسه لو يقول لك ما سامع يقول لك لو خيرك بين الجنه والنار هسه هاي شنو هاي الجنه والجو والنار الصراحه اي والله طبعا هاي امسيه مو ما متقيدين ترى احنا ما بيها تقيد اي ما بيها الله شاهد شاكه ونضحك يعني ايه. بس هاي مال الجنه والنار وهناك النار وهناك الجنه اي والله هاي كلها العافيه كيف صعب يعني مو صعب تدري ليش تدري ليش؟ أبو عبد الله أنا فكيت عيني على الدنيا بيت جدة بالسوق قريب السوق مو؟ الصراحة من يطلع جدة الله يرحمه للسوق يشوف كم واحد من دول من العشائر قبل سيارات ماكو وسط نقل يروح بيها ماكو من يلقى قاعد بالقهوة وهذا القاعد يم المحل مال البقالة وهذا اللي قايم بالمواد الغذائية إيش قد يصيرون 15 20 يجيفهم للبيت يجيفهم للبيت يغديه على حسب الأصول حد ما يصير الساعة الأربع العصر يشوف له سيارة يودي له هلا مو فهي ليش أقول لك جنة ونار هسه ماكو هذا الشيء شيء قليل بقى مو فأنت تجيبها على التلة التلة هي كلها التلة هي شنو أثرية التلة شوف هسه أنا عندي طفل عمره 4 سنين يومية يقول لي بابا صعدني يومية شنو معودة يعني هو أنا هسه تعود هو تعود هسه عندك هذا طفل هسه هذا يعني هذا اللي يليه يجي ويا ابوه ماكو الموبايل هذا الطفل هذا اللي يليه يجي ويا ابوه بس دقيقه ابو علي بس دقيقه خلي بس كمل كمل بس خلي زين على مود يعني الكاميرا افضل يعني ايه؟ خلي يكون خلي نقرب الكاميرا يا الصراحه قلت لك ابو عبد الله هي التصوير يكون اوضح ايه؟ هاي التله عشنا بيها وتزوجنا بيها كلها يعني التله استجبتها دي ساعه قلت قبل شويه قلت التلة يصيرون بيها 5 عوائل كل بيت كل غرفة بيها واحد متزوج هو وأطفاله أطفاله وعايشين نعم مو هسه كل نفر ببيته وما قابل على نفسه مو يقول لك أنا أريد بعد البيت أكبره
بعد اريد اتوسع. طبعا صريح انت بالحكي هذا الصراحه مو ماكو سامي شيء يعني. الصراحه ابو عبد الله يعني تعال لها كل بيت عايش فيه 5 عوائل 6 عوائل وكلها عايشه على جدر واحد. نعم مو تاكل بجدر واحد تشرب. والله عمي كلامك صريح. مو كلامك صريح هسه انت يعني قناعه ماكو هسه قناعه ماكو. نعم مو نعم. يعني هسه انت شوف هسه شوف انت ليش تدفع على التله. التله اشكال. التله شوف خرجت اطباء مهندسين طيارين كل شكو شيء يخص بالحكومه موجود من الموظفين كل الفئات عندنا. الطبقات هي المثقفه موجوده حاليا. زين هذا الصوت ابو عبد الله تجيب التله. التله شويه نزلها على مود الصدى ما يطلع هنا شويه قرب المايك من يمه. هي التله ابو عبد الله كملنا خلينا موضوعنا. اي الموضوع هذا تخش القهوه راس خيط. اي مثلا شو تريد ترجع على البيت قصدك العايشه بيه عوائل وتاكل بجدر واحد غير. نعم. هي يا ابو عبد الله تعرف انت يعني بجدر واحد وبكل البركه كفيلك الله. لو تجي شقد هم شقد كل بيت عايشين بيه 20 نفر و30 نفر. انا لحقت عليها وصرت على بيت جدك كم نفر كانوا عايشين بيه؟ عايشين بيه بي احنا نروح بالاضافه لهم. هسه انتم من ضمن البيت انا احسبكم. اي من ضمن البيت. انتم عايشين غادي. عايشين يمهم. ايش قد يصير 20 نفر 25 نفر ومن غير الخطار اللي يجي. من غير الخطار. هذاكوا قبل السيفسات عندكم هذني بيت جدك كبارهم هذا البيت القديم. يعني. القديم هذا بيه بسيفيس وبيه غنم وبيه كله. شوف ابو عبد الله قبل التله شوف بيها الحلال بيضك منها حليبتك منها. شو تريد بالتله موجود. تمويل ذاتي. مو تمويل ذاتي منها. نعم. هسه شوف هسه تبو العشائر وبجستان يشتري كله من المحلات. ليش؟ لان ما بقى هذا الشيء يربي حتى لا بيضه يعني ولا عشائر ولا نوقف على البيضه. ابو العشائر اذا اشترى بيضه ودجاج من السوق الصيد هاي باعتبار كارثه. كارثه تعتبر. ليش؟ نرجع للمصدر الرئيسي هو السبب المعي. هسه انت قلت التله تمويلها ذاتي بها الدجاج وبها البيض بط وبها كله تمويل ذاتي. ما تشتري. انت كبير شلون شفت السيفسات البطاط كان هذا بيت هذا بيت جد غير؟ انت ابو عبد الله حتى الدجاج اذا يريد له دجاجه يريد له لحم يذبح له طلي. ماكو يعني حتى القصاب ماكو ذاك يعني عندنا كلهم 4 قصاصين. احنا ما بدنا نطول عليك بس نرجع لك بس ناخذ منك في الكلمه اخيره. انتم معروفين بجماعه الطب الشرجي. هاي الطب الشرجي طب عرب هذا لحقت عليه انا ابو عبد الله من جدي. على 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 الشرجي اللي هو الشلل الفكي. الشلل الفكي او العصب السابع. او العصب السابع. او الشرجي. نعم. هذا هسه اذا يفتر كل دول العالم ما يطيب. ما يطيب. شنو اعراضه؟ اعراض ابو عبد الله انه يجي عينه مو هاي شرط عينه وحلقه. هسه يجيك واحد شنو اعراضه؟ اعراضه هسه مو شرط يجي واحد بس عينه، يجيك واحد بس حلقه، يجيك واحد بس الم عنده. ينعوج يندهر ما يسرع ما يمنع. تنفتح. تنفتح. تنفتح هاي. يعني حتى من هنا هي مفتوحه عينه مفتوحه حتى لو يغمض قل له غمض هي مفتوحه. نعم. زين. شلون صارت عندكم هاي الشغله ما يشغل. والله ابو عبد الله قلت لك هاي توارثنا عليها ابا عن جد ومو كل واحد يعالجها. نعم. هسه انا زوجتي غريبه ما تعالج. لا انتم بالذات بيت بهار. اي بيت بهار. ايه. هسه انا قلت لك زوجتي غريبه ما يصير تعالج بس ولدي يعالجون اذا من نويه. ولدك يعالجون. ولدي يعالجون. خواتك اذا عندهم اولاد ابوك يقول ما يعالج. ما يعالجون ما يصير اذا من يمنا وبينا لا يعالج. ما عن اعراضه هي قلت الحقيقه تجي يعني اي تجي هي من 3 حالات. الحاله الاولى الحاله العصبيه اعراضه الاعراض قلت لك عينه حلقه المسببات 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 ابو عبد الله. المصدر الرئيسي الحاله العصبيه. الثانيه يجي واحد تعبان وجو بارد ويسبح هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة من واحد قلع يصير عدة سنة ورحاته بالبنج يضرب العصب السابع هذا صافي. ايه هذن ايه. 3 حالات هو يجي بيهن. نعم. فالحمد لله ماشيين على هالنهج هذا توارثنا حسب حالة نفسية المريض والعصب مالته. نعم. اذا طفل مثلا 3 ايام 4 ايام 5 ايام اذا كبير يبقى بيهم هذا تعرف يظل بيكم انتم الاكثرية هي 3 ايام يعني 3 ايام هذا علاجه 3 ايام علاجه 3 ايام علاجه 3 ايام
شلون عين استاذ حسن؟ لك مده الشفاء ما تجيب يعني. حسب حاله العصب، قلت لك اكو بي 14 يوم، اكو 15 يوم، اكو بي 5 ايام، اكو بي يبقى شهر ونص، حسب حاله العصب والحفظ مالته. التزام اي. اعطينا المايك شويه على مود نروح يا خالد. طبعا حياكم الله اخواني الاعزاء، واحنا من الامسيات الجصانيه باحد بيوت الطين بيت اسماعيل حمبود بيسمع ابو خليل ابو خليل الله ابو ابراهيم ابو خليل ابو نوشي كلهم ما شاء الله هم الله يحفظهم ويعطيهم الصحه والعافيه. ومثل ما جاي يشوفون ابو علي، يا ريت تشوفنا شويه البيت مال الطين، شوفنا الشباك من يمك، هذا الشباك مال الطين. نعم اذا تقدر توقف شويه، شوف الرقم وجهه على الرقم. طبعا هذا البيوت السقف سابقا يرقموه بقماش على مود ما ينخل التراب عليهم، ومثل ما جاي يشوفون اغلب الحيطان هي ما تجي عدل ميل. نعم 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 اخوان، اذا سمعون ما الصوت يمك واضح اخوي خالد. نعم، فاحد بيوت الطينيه هاي ان شاء الله الامسيه الاولى، وان شاء الله نكررها ان شاء الله. هم وعدوني من العام بقطايات، والقطايات لي هسه ما اجن، فان شاء الله قالوا احنا شو وقت ما نجيب قطا احنا راح الرئيس احنا نرجع ونقول هو الماي. نعم. القطا منين يجي؟ نعم. اذا ماكو ماي ما يجي، الطير ما يجي. نعم. هذا المصدر الرئيسي بالمنطقه هو الماي. اذا اكو مشروع وبي ماي كل شيء يجي، طير سمك، العالم تسترزق عليه زروع كلته من هو سبب الماي. الله شاهد، هاي كلها الماي، المصدر الرئيسي هو الماي. جستان تعاني من الماي، شحات المياه. طبعا تحياتنا للاخوه الاعزاء المتابعين معلقين، زيوني الصدري حسين المياحي الله يحفظكم اخوي العزيز. انا ما جاي ما نادري ما جايبه، يقول حيدر الزبيدي يقول صدق كانت الناس عايشه على حب ما عدهم دغش، لذلك تقول هاي الايام مو مثل قبل يعني ايام هاي السنه مو مثل ايام قبل. محمد حسين الله يحفظك محمد داخل العزيز، ان شاء الله نلتقيك ان شاء الله بالقهوه. الحاج حسن عبد الجصاني تحياتنا وتقديرنا لك، واحنا ما قبل ايام ندري بك بالزياره، ان شاء الله الله يتقبل اعمالك وترجع بالسلامه والله يحفظكم. حسين السوداني الله يحفظكم. ثامر كاظم عباس طبعا من جيرانكم، ثامر كاظم عبوسي طبعا، احنا اخوي العزيز ثامر كاظم طبعا احنا بعجيتكم، هذا عجيتكم يعني بيتكم هنا موجود قريب. حسين نجم يقول انطي المايك اللؤي، وين لؤي؟ ستار العايدي الله يحفظكم. حسين محمد بشار الله يحفظكم اخوي العزيز، وتحياتنا للاخ العزيز خالد الله بعد ما نعرف احنا ان شاء الله. كرار سالم الله يحفظكم اخواني الاعزاء. طبعا حسن البيضاني، وحسن البيضاني حسنكم. محمد علي العايدي الله يحفظكم. رسول الله، رسول دكتور رسول ما اعرف يعني، ما اكو دكتور رسول هم كان عندنا هنا ما اعرف، دكتور رسول مهدي اي رسول، لا ما اعتقد غير اسم يعني. تحياتنا لكم اخوي العزيز من الكوت. هنا حسن محمد يقول يعني يقول لي سلام الغرفة اللي زفوا أبويا بيها وداعتك تقوم تكرم. ما جاي أشوف أنا، ما جاي أشوف إيش بيها الغرفة، ما جاي أشوف أنا. نعم من حسن سلام الغرفة زفوا أبويا بيها وداعتك تكرم اللي لقيته النايمة كلاب وطايحة مع كل الأسف. هذا واقع حال، من انهارن البيوت اللي انتركت أبو عبد الله. هسه حتى إذا ترمم لك هسه البيت بس المجاور المنا أنا يذبه. نعم أخويا تحياتنا، وتحسين مالك الله يرحم والديك ويحفظكم إن شاء الله. طبعا مستمرين باليوميات الجصانية، باليومسية الجصانية تحت عنوان الملتقى الثقافي لأهالي جصان. لؤي حسين نجم يقول لك اعطي المايك لؤي، ناخذ كلمة من أحد الأخوان من عجد كريشة خالد عبد خرموش. شنو
شعورك وانت هالايام بعد بس الموبايل؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالاخ والاعلامي ابو عبد الله سلام غالي النيطان، كل الهلا بيك ابو عبد الله ونورتنا الليله. اليوميات الجصانيه ابو عبد الله احنا يعني بالشتاء مستمرين عليها، ونجي قعدتنا ان شاء الله يعني مستمره من الشهر العاشر تقريبا لنهايه الثالث، وهاي البيوت يعني نحن لها يوميا، يعني خاصة أنا يعني بجاسي هنا الشباب موجودين يوميا يعني يجون سنويا تجون سنويا، هي ماشيين عليه يعني نقعد هنا نجي أكلنا شربنا شاينا هاي والنار يعني ماشية ليلية تبدأ حوالي تقريبا من سبعة من سبعة تستمر لحد 12 يعني نتعلل هاي وننزل كل من يروح اي تعلولة يعني 12 تقريبا والروح كل من يروح بعد تعلوله تعلوله اي صحيح تعلوله. مرات نجي نتعشى يعني نجيب عشانها لو سوينا بس بالشتاء لان بالصيف حاره ما لا البيوت هي حلوه بس على بانك تقدر تقعد هنا بس الحمد لله يعني قلت لك والبيت يعني الرم كل سنه نطف نجيب حازم قيمي ويعني والاخوان هم يعني يساعدوا الرم البيت ابو ابراهيم اسماعيل حمبوت يعني احنا قاعدين بيه هاي ماخذين يعني ماخذين اذن من عندهم والمي موجود والكهرباء موجوده ان شاء الله. وهاي قلت لك الشباب ان شاء الله الليلية بينا حوالي 17 18 نفر نجي نتعلل هنا. شنو شعورك وانت تقعد ببيوت الطين يعني؟ قلت لك مرة تشبير وشلتوا من الكلب؟ قلت لك هو الحنين لها يعني يردنا جاي ما متعودين يعني نقعد بعد جو اي بيت يعني بلوك وبيت يعني شوي زينه بس كل بلوت ان شاء الله يا قلت لك ترميم هاي كل سنه وهاي الاساس ولا يسووا وظل لحد الان اكو بيها واكو بيها لا انهارت لان اهلها تركوها بعد وما حد يقدر. شنو توصياتك للدوله تجاه الجصان؟ والله نتمنى من الدوله يعني انه يشوفون يعني يقدرون يعني اللي يقدرون عليه يسووا مثل الاضاءه او هاي قاعده مصير لا ما يسكن بيها مصير ما مصير بس احنا يعني شنو امنياتك؟ والله نتمنى تصير يعني منطقه اثريه يعني او يعني العالم تجي زياره جايس الحمد لله وشكر من خلال طريقك واعلامك والاخوه الباقين يعني وصلت يعني نهايه الجصان الحمد لله وشكر يعني وايد عرفوها يعني على اغلب المحافظات احنا من خلال يعني دوامنا بالمحافظات هسه جاي نروح يعني نروح لدياله نروح للبصره معروفه جصان الحمد لله وشكر. تتابعونا بالنشر؟ اي تا اي هواي اي هواي بالبث المباشر هواي يقولوا لي يعني هواي مباشر تتابعونا؟ اي حتى من كان يطلع احنا اي مثل نروح دوامنا يصير بغير محافظات مرات ونشوف يعني يقولوا لنا حتى يودوا لنا الفيديوهات يودوا لنا لا خاصة مثل التقيت مرة بمدب الله يطيب طول العمر وحج حمزة الله يطول عمره يعني هواي ودونا يعني حاج دكريش هي معروفه هاي وين ما يعني على مستوى عالي مو على مستوى الله يحفظكم الله يحفظ الجميع ان شاء الله ان شاء الله. يا الله احنا طبعا نرحب بابو عبد الله واهلا وسهلا بك. بالبدايه انا متابع القناه مالتك دائما يقولون مثل طيبه قبل ولما قبل وهذا هذا فشي يعني مو صار من اهمال من المنطقه بس المنطقه قبل كانت مغلقه بيئتها مغلقه على المنطقه هسه دخلنا هذا الانترنت قامت الشباب المجتمع مال المنطقه يتاثر ببيئات يعني غير جصان قام مكان ما انت تتعامل بعادات اهل جصان تقاليد اهل جصان قام تدخل عليك عادات مثل مال الكوت وبغداد وحتى غير دول فهذا الاهمال اللي صار للعادات والتقاليد وذن اللي يسولفون عليهن مو اهمال يعني من ابناء المنطقه نفسها بس تأثرت هاي المنطقة تأثرت بغير ثقافات مثل بالكوت بغداد طبعا موضوع فذن السوالف هذا كلامك مهم اي مو انا اشوف التعليقات يقولوا لك يقولوا لك بالتعليقات بين طيبه قبل راحت وراحت ومو يعني فسبب من هذا انتقاد بناء اي فانا اقول بسبب الانترنت العالم تطور فقامت هاي الشباب تتاثر بغير بيئات فهو مو فد خلل او فد عيب او فد شيء أيه. احنا قصدي على التقاليد الدخيله على ناحيه جصان انت قصدك اي انا احكي لك بعض التقاليد دخلت دخيله على ناحيه جصان تحديدا بس احنا بغض النظر اذا كانت هاي العادات الدخيله زينه او شينه
بس احنا نقول المنطقة تأثرت بالخارج. قبل كانت منطقة مغلقة فالعاداتها وحدها تقاليدها وحدها، هاي نسوانها مطب للسوق، الحجاب، الشباب، السلام، هسه لا هسه نسوان مطب للسوق هسه ما بيها عيب، السلام مو مثل قبل شي يسلم على شي، هسه تعرف شباب يتعدون من يمك ما تعرفهم وهيك ما بي حرارة السلام بالوقت. لا لا انا ما اقصد على شو اسمه، بس قبل يعني شي كله سلم الناس تسلم شي على شي، هسه لا هسه مو مثل قبل. يعني شنو رايك بالسلام عن طريق الهورن؟ انا مره انتقدته هواي بيتقدوني يعني قلت لهم يا اخي السلام هو دعاء، السلام عليكم ورحمه الله دعاء، تمام لو تمام صحيح. يعني هاي مصدر اول شيء مصدر ازعاج، يعني هذا اللي عنده ضغط عالي واحد يدق له هورن من هذول الهورنات الحاليه يجوز ضربه ما يعلق يجوز قبل جلطه تجي. خلينا بالتقاليد، خلينا بالتقاليد القديمه استاذ، خوش ايه موضوع موضوعك. اي ابو عبد الله شنو التغير بالوقت الحاضر استاذ ابو جد؟ مو قلت لك الثقافات صارت ثقافات دخيله. شنو الثقافه؟ لا انا جاي ارد على هذا الولد اللي قال لك مثل طيبه قبل وشغله قبل وهاي السوالف حقيقه يعني اي بس يعني مو اهمال من المنطقه، بس المنطقة صارت بها تداخل بالثقافات، يعني قمنا نتأثر مثل بأهل الكوت، نتأثر بأهل بغداد، نتأثر بغير دول. هسه شوف قبل مثلا أهل جصان أغلبها الشباب إذا يريد يكشخ يلبس جداشة، هسه هاي الجداشة حتى على مستوانا احنا قمنا بالمناسبات نلبس جداشة، ليش؟ تأثرنا بغير ثقافات. اي وايش من غير قصات الشعر وهالسوالف اللي يلبس الاتراك ويطب السوق قبل يعني قبل سابقا هسه صارت يعني بالعكس، كارثه تصير بي هسه صارت بالعكس. يعني مثلا هسه الكبير ولابس اتراك يعني عاديه السالفه، قبل عيب، قبل من الطب مجلس حسيني الطب الجامع الطب فاتحة، شوف اهل جصان المعقلين الله يرحمهم سيد كاظم يد بشار وحجي شمخ وذولا كلهم قاعدين معقلين، هسه تريد لك واحد معقل حلوه ما كلمه يدي باستمرار يعني نجيب احنا عرب اي يعني حلوه هاي يعني احنا كنا شو اسمه من شتنا درست ببغداد كانوا وياي جماعتها من هنا من جصان فهم بطبيعه علاقاتهم بالبيت وهاي يقولون هاي مال ماما وبابا ومي وما اعرف شنو انا الوحيد ما ادبر هذني كانوا يقولوا لي انت مو من يمهم مو من جصان، قلت لهم عمي انا الجصان الاصلي، ذولا مو من يمنا. انت اصلا طلعت ورقه ذيك المره من زمان هذا 800 وبالديوانيه اي الله يحفظكم. نختم ياك بكلمه على مود بعد ناخذ ان شاء الله اكثر والله احنا شلون نشوف الواقع الدراسي بمدرستكم يعني؟ احنا ذيك المره طبعا جينا على نعم شلون احنا مدرستنا رغم ما صارت السالفه يعني جاي اشوف جاي نصور يعني عشرات من الطلبه المتفوقين ايه يعني هسه احنا يعني بها ما شاء الله هواي طلبه متفوقين الاعداديه هي الاعداديه هسه ما نقول الوحيده بالمنطقه باعتبار اكو متوسطات وثانويات بجصان بس اللي جاي نشوفها لها التاثير على المنطقه من ناحيه الدرجات والجامعات المقبولة والقبولات هي إعدادية جصان رغم هي أنها أثرية بس هو هذا الواقع الدراسي اللي بكل العراق هو تعبان يعني قوانين التربية قوانين الدولة تحسها يعني تريد من المجتمع من المدرس أن يهمل الطالب فيلتجي لمن للملازم للدورات هسه ما بها إشكال إذا طلعت بنتيجة اعداديتنا احنا ذاك اليوم حتى هاي ذاك اليوم حكوها قال احنا نشوف المدير هو يضغط على المدرسين على مود ياخذون دروس الاعداديتنا ومدارس جصان شو يسوون؟ يجيبون المدير يحبسوه للوحده الا ربع اذا عنده درس سابع الا يكمل الدرس مالته يلا يطلع بينما بغير مناطق لا الله وكيلك يجي دخل بديهم تعال قوم اخذ دروس احنا رغم اهتمامنا اهتمام مجتمعنا بالدراسه طبعا هسه صار على الطلاب لان اهتمام مو طبيعي بحيث يجي للطالب الشارع ضاغط عليه واهله ضاغطين عليه والمجتمع ضاغط عليه فيجي الطالب مهزوز العراقي ايضا ضاغط عليه يجي الطالب مهزوز وخايف عبالك من الدخله البكالوريا انت مدخله راح تقص رقبته يرجف انا اعرفهم انا طلاب انا اعرفهم درسهم بالرابع وبالخامس طلاب زينين من اجى للسادس والله في اليوم واحد هذا علاوي قلت له تشبيه خايف
قال ها استاذ لا ما اخاف. قلت له والله خايف مبين انت مو طبيعي، هذا ضغط العائله ضغط، كل ما يصير الضغط زايد كل ما هذا الطالب يعني يفقد السيطره، يقوم ما يركز يقوم يخاف. وخذوا درجات مش نتيجه الضغط لا والسنه كانت اكو فد لعبه طبعا بالامتحانات وبالدرجات. انا في المره قرات تقرير قبل الامتحانات بين كتاب من وزير التعليم العالي وزير التربيه بين احنا ما عندنا مقاعد، يعني شنو يعني صعب الاسئله لا تخلي هواي ينجحون. ولا علي حسين سلمان جايب 98 بوينت ما اعرف ايش قد يجوز 99 ينقبل معها الطبي قاعده طبيه المن نظوري الله يسهل عليها الموفق هذا جاب طبيه الا 100 بس يا ممكن تجيب 100 زين انت تجيب تطلع المفاضله ابن الشهيد الشهيد على عيني وراسي تطي درجة والحشد درجة والسياسي درجة والرفحة درجة والمعرف شنو زين ذول الطلاب اللي ما من هاي شلون شلون يحصلوها خوش. يعني ما أعرف قلت لك تتحسن نعم الجهات خاصة إيه بس مو هيك مو هالدرجة ولا وقت أقول رجالك طبعا الأخ نوح أنا نوح طبعا أنا ما حياكم الله والله يحفظكم. يقول لي أنتم بيت منو هاي القاعدة الحلوة طبعا بيت إسماعيل حمود جصاني أبو إبراهيم العزيز قريب على بيت سبتي قريب على بيت كيل قريب على بيت أبو صلاح على بيت عبيد والناس طبعا هو هذا الفرع الصعدة نزلة السراي سابقا يسموها طبعا هذا تصعد منه بيت سيد محسن تنتهي بيت علي زيدان بالعرضية مال السوق. مؤمل عباس البدري الله يحفظكم نوركم أخويا العزيز وستار عبد الرضا العقابي الله يحفظك ويخليك. أبو حسين إن شاء الله بلكت تنورنا إن شاء الله بلكت ليلة الله أو بعدها بالقهوة مال السوق إن شاء الله الحاج أبو حسين الله يحفظك. والله هي قعدتنا القديمة أبو حسين رشيد عبد الرزاق طبعا وحسن خضير ايوب تحياتنا لكم. سيد حسن والله في اليوم شرفنا هنا ويا الجماعه هنا تريد بالسوق. تحسين جاسم اللامي الله يحفظكم وصلاح مهدي طبعا صلاح مهدي ومن اهالي جصن اخويا العزيز عرفك انت من الجصن بس لكن ما جاي اعرف بالضبط لا مو صلاح مهدي ورائد سعيد طبعا احنا قاعدين هنا بيت قرايبك اخوي العزيز راودي العزيز بيت خالتك وبيت عمك خالته هو كلهم قرايب الله يحفظكم حياكم الله اخوي العزيز محمد عبد الرضا جيراننا من عيش دكريشه الله يحفظه اي اخو حسين اخو حسن اخو مكي اخو استاذ هادي الله يحفظكم اي بالكوتي عقيل العراقي علي الجعفري الله يحفظكم. طبعا هم فرحانين بانه احنا جايين نسوي امسيات ببيوت الطين يعني مرات ننشر مجالس ما يطبون على البث هالقد مع الاسف بس هي المجالس ترى اولى بس المجالس ابو عبد الله موجوده ناخذ كلمه ويا الاخ العزيز لا نعم يلا اخوي حسن عبد الله يلا طيب كلمه في كلمه وجه الكاميرا بسم الله الرحمن الرحيم نجدد بك ترحيب ابو عبد الله وعلى هاي الامسيه الجصانيه ابو عبد الله مثل ما تفضلوا الاخوه وتكلموا يعني احنا هي امسيتنا هنا يعني كل موسم شتاء احنا هنا اغلب الاحيان يعني حتى نجيب يعني سوى الاكل هنا ولا هذه نعم مثل ما تفضلوا الاخوه فانا يعني حقيقه مو من سكنة جصان يعني سابقا يعني جديد يعني جينا بال 2012 يعني بالارياف برياف جصان اي نعم فنعم لا احكي لك احنا اي احكي لك انا لان هنا أنا شفت لا ابو عبد الله ما عايش هاي الاجواء نعم صحيح لا انا قصدي شنو ابو عبد الله يعني الاجواء يعني هنا أنا ما عايشين هاي الاجواء نعم اجواء التله ما عايشينها نعم فمن جيت انا شفت الولد شفت هاي الاجواء مالتهم فصراحه يعني اجواء يعني حبيناها يعني وعلاقات اكثر نعم فاجواء حلوه صراحه واللمه وخاصه بموسم الشتاء يعني نوبات حتى يعني نسوي الاكلات الشتويه نعم
مثل الشلاكين نعم نعم اي يعني احنا هناك كنا بالارياف ما نسويها قليل بس هنا لا بس سؤال واحد نعم نعم يعني من رخصة الجماعة ليش ضربت الارياف الارياف هي دمار وحدوني عوفة شنو الاسباب اللي خلتك نعم احنا الاسباب نعم نعم لا بس احنا اذكر كان الاسباب اللي احنا لان احنا ما لا نمتلك ارض زراعية وهاي فكليتنا احنا كنا طلاب كنا هاي فاضطرنا يعني نترك الارياف باقي الناس باقي الناس لا عندها جوز اسباب اخرى ما اعرف يعني تشوف الارياف مهمه اكيد شيء م... شي نعم زارع بيها نعم الحلال بيها نعم هي بالاونه الاخيره هي نشوف هسه بالاونه الاخيره الهجره يعني كثره الهجره من الارياف للمدينه مو بس للمدينه نعم 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 جوز هي اسباب اولا مثل ما ذكروا الاخوه جوز اسباب لا يقطع الصوت اسباب اخرى يعني اسباب اخرى جوز هي شحه المي بالارياف بالهذه جوز بالمدينه تتوفر مو مثل بالارياف فجوز هذا سبب رئيسي نعم خلينا بقعداتكم هذه نعم حلوه النار والله حلوه نعم. عشت ايديكم هذا كله هو الحطب ماكو بس زي ما قطع هواي الصوت لان المايك هذا ما يامن بي نعم والله هنا. نعم شفت الامسيات لا من الارياف للمدينه لا اللي هو قلت لك مثل ما تفضل قبل شويه يعني شفت اللمه احلى بعد شو اسمه احلى لا احنا بالارياف كنا نفتقدها صراحه يعني نعم والله لواء توي يقول لازم تطير المايك لواء ما تمشي ايش علي حطي والله لا ابو حسن لا لا ما تشان عمودي المايك نعم نرجع ويا حسن يا ريت توجه المايك قريب على حسن نعم اخواني الاعزاء طبعا تحياتنا لكم وتقديرنا ومساكم الله بالخير والعافيه وبهاي الامسيه الطيبه طبعا هي منا مثل ما تعرفون الله يحفظك واحنا هاي اللمات سابقا بجصان هي موجوده مثل ما يعرفون سابقا هاي اللمات والقعدات بالديوانيات بالديوانيه احنا نسميها ديوانيه بجصان هي كانت موجوده لكن بعد ما العالم نزلت هواي من الناس طبعا ننشر 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 ويجي واحد بالاخير ما يعرف شكو ماكو يقولوش الجصان عافوا التله ونزلوا من عندها فهي المشكله يا اخي مو هيك شيء نزول من التله ما صار هيك صار بصوره تدريجيه من 2003 لوفره السيوله الماليه المصارف مال الاسكان انفتحت وكل جصاني كان يمتلك قطعه ارض من 300 الى 450 متر موزعه لهم من قبل الدوله لكن هم اهل جصان سابقا ما عافوا التله وبقت حتى باعوها بتفاليس على كل ما طول عليكم ناخذ كلمه من الاخ العزيز حسن فادي نعم على امسياتكم طبعا ابو عبد الله احنا نريد منك زياره ثانيه ان شاء الله احنا نزوركم بعد اي بس شاي وماي وثاني قطعه هي زياره ثانيه هسه الجماعه وعدونا بحمامات وقطايات نعم. عمار الصياد وعدونا قالوا ان شاء الله على الامسيه الجايه تكون يعني من وقت يعني من المغرب وهنا ان شاء الله تتعشى ويانا و... حسن شنو رايك باليوميات الجصانيه؟ والله يوميات جصانيه والله ابو عبد الله يعني فقره ما حد يعني والله ابو فقره كلش حلوه يعني اول شيء الشباب تستذكر اي ايام الماضي وديج منوع طبعا منوع اكيد وايضا ثقافه على ثقافه وتاريخ جصان نعم. هي اكيد يعني مثل هاي الاجيال تحتاج انه تعرف تاريخها تعرف ثقافتها تتقارب ويا الافكار يعني هسه ذولا اكو بيهم اصغر منكم عمرا يعني هم يشوفوكم طالعين وتحجون وعلى الماضي وعلى إيه اكيد راح تاثر بيهم لازم اقول اي إيه اكيد راح يكون هناك يعني عامل مؤثر يجذب هاي هذا الجيل الجديد يجذب للاشياء القديمه يعني. خلينا بالزيارة المقبلة شنو ردت من عندي أخويا حسن شلون تزورنا مرة لأخ مرة ثانية إيه الزيارة الثانية هنا الجماعة قلت لك وعدونا قالوا إن شاء الله على الجاية الثانية مال أبو عبد الله يجيبوننا طيور وهنا نشوي إن شاء الله والله إن شاء الله جاي ما شاء الله عندكم حطب شنو المطعم هذا قليل جو عندنا لا بعد عندنا بالغرفة يعني ذول العايشين بالغابات ما عندهم هو هذا مال موسم كامل أبو عبد الله موسم تناول يخلي وحدة بيه
شنو رايك في الفقره مالتنا مال امسيه جصانيه تحت عنوان ملتقى الثقافي لاهالي جصان؟ والله مبادره حلوه يعني من جنابك ابو عبد الله. شو اكو بيهم معترضين على الشغله يعني؟ والله هو كل شغله لها تلقي ناس تنتقدها وناس ما تقبل عليها فاكيد. يعني شنو الغلط بيها على مود واحد ينتقدها يعني شنو؟ يعني هسه احنا قاعدين وجايين نسولف بس حتى بعيدا نقول ماكو موبايل جايين نسولف سوالف عاديه. صحيح. يعني عن الذكريات القديمه، عن الطب القديم، عن التقاليد القديمه، عن خصوصا اذا يحضرون اساتذه مثلكم هنا هم يحشون على الواقع الدراسي يعني الكل تستفاد خوش لما هذه هي مو كل الناس هو ابو عبد الله يعني تلقى اكيد ناس تنتقدك ناس بس تحب تحكي. الله يحفظك. الله يسلمك ابو عبد الله. طيب المرتضى شو هذه شغله ويا مرتضى يعني شغله شنو؟ مال صفنا اليوم؟ شو اسوي؟ طبعا مثل ما شفتوا اخواني الاعزاء طبعا اليوم والله تحياتنا للجميع اخواتنا الاعزاء ومساكم الله بالخير والعافيه وان شاء الله احنا مستمرين بالامسيات الجصانيه تحت عنوان الملتقى الثقافي لاهالي جصان. سالم التميمي الله يحفظك، مصطفى حامد، علي ماهر، نريد نسمع صوت لوي يا اخوي علي محسن اللامي الله يحفظك وظاهر الجصاني حياكم الله اخوي العزيز سلام الصياد وياكم هم هنا ايضا سلام الصياد حمود يقول ما يفيدنا في اليوم ان شاء الله نشوفك هنا بلكت ويا بشم قطايه حيا الله ابو محمد هادي العراقي غسان ولؤي غسين هاي هذا هادي ابو حسن ابو حسن محمد عزاوي الله يحفظكم اخوي العزيز الاستاذ طبعا الاستاذ من اهالي جصان واحد يعني المتقاعدين الله يرحم والديك اخوي العزيز وجدا متفاعل يعني جدا متفاعل ويا طبعا يحيوك الجماعه جميعا اخوي الاستاذ ان شاء الله يقول استاذنا العزيز الاستاذ عزورنا هنا بامسيه جصانيه ان شاء الله وحجي علاء الله يحفظكم ابو رضا الجصاني الحاج عباس ابو فاطمه الله يحفظكم ان شاء الله لا موفقين يقول ما يقول شيء وخالك بعد ما يجي قلت طبعا عندنا احنا من الخاتلين عندنا حسين كيل وعندنا عمار وعندنا احمد راضي ما هو ذولا خاتلين تقدر شويه اي ذولا بهم خاتلين ما يحبون الكاميرا اخويا العزيز ابراهيم معاذ يقول منورين مو معاذ كم مره نقول لك من تشوف قاعده انت قريب جيب وسيم وتعالوا هنا يا اخي احمد البيضاني ابو رضا الحسناوي الله يحفظكم طبعا هذا ابو رضا هذا شاركم هو مساكم الله بالخير والعافيه اخواني الاعزاء واحنا مسرورين طبعا بهاي القعده وهاي الامسيه الجصانيه ونتمنى بانه تتكرر هاي الامسيات تحيد الروابط القديمه بيننا وبين الاخوه الاعزاء منا طبعا لمتهم هم انا ما اعرف هو شلون نظموها ما اعرف لان كل واحد بالشرق وواحد بالغرب شلون التموا يعني حقيقه ما والظاهر الموكب او شو اسمه نعم ناخذ كلمه من عندك بخصوص القلوب الصافيه هي قلوب صافيه ابو عبد الله يا اهل يجي اهلا وسهلا بي حتى هسه الحمد لله والشكر هسه انتم اكثر من الاخوه مو اصدقاء اخوه هسه القاعدين احنا هنا كنا اخوه مو هسه تشوف اللي بجستان الله يشفيكم الشر العمليات غيرها المحتاج بناء مو شوف انت المحتاج هسه بس يقول لك واحد محتاج بناء يشهد الله يمكن بكل العراق ماكو بقد جستان مو مو صحيح بس تقول واحد محتاج بناء واحد عنده عمليه انت شوف شباب ونساء ورجال كلها تتبرع بجهد الامكان اللي عنده من الحشد جابوها من مال لبنان جابوها فلسطين جابوها ورغم هي منطقه صغيره عايشه فقط على الراتب المصدر قبل كان المصدر الرئيسي الزراعه الزراعه والمواشي الاغنام مو هسه بقت بس الراتب بس الراتب هسه الماي ما عندنا نرجع ونقول هو السبب الرئيسي المي زراعه ليش انت
هو راح اوجه له في السؤال هنا انا هسه اللي عنده راتب اللي عنده عائله مكونه من 5 نفرات 6 نفرات 6 نص مليون يكفي راتب على ما يكفي على الاسعار الموجوده ما يكفي ودعتك ابو عبد الله لو تعطي مليون على الاسعار هاي ما تكفي على الاسعار الموجوده بالوقت الحاضر الحاضر غير يعني بين مخضر بين لحم بين دجاج بين كله مضاعف 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 تطلع لك تطلع لك اجور قوائم ماي وكهرباء والمولده سحب والانترنت هي شيء ومريض الله يشفيكم الشيخ ما تجيبه ما تكفي ما تكفي يعني لا سمح الله اذا صادفته في شغله يوم طبيب يجي بيته يتقرض من صديقه ويعود على الشهر اللي يجي نعم. مو يتقرض من صديقه من اهله اسباب شنو خلت هي الاسباب ابو عبد الله هي قلت لك المصدر الرئيسي انت لو قلتنا على الولايه بها تكافل اجتماعي خلينا التكافل الاجتماعي موجود لحد الان مريض المدوشيني مساعد الحمد لله هاي مستمره لحد الان مستمره لحد الان انت بس قول واحد محتاج ودعتك اذا ما اصبح صبح اجت الرقم التريده الرقم التريده خلي سولفك عن التكافل الاجتماعي طبعا احنا بجصان كان من احسن الصور عن التكافل الاجتماعي واحنا نشوفها بالفواتح اللي هذا كان الدفتر اللي موجود بالفاتحه اللي كان ما نعرف هذا اللي فاتحته خسرت ذاك ربحت هذا هو الدفتر كل شيء هذا من انشال احنا شفنا قبل فتره اكو فواتح بجصان ناس فقره الله وكيلك بعدهم لحد الان يطلبوهم مال المواد الغذائيه من كان هذا الدفتر كان الفقير ما يتحرج بان يسوي اكل وما اسمه ولا يتحرج من مصاريف الفاتحه لان كان العالم الساعد هي مو مساعده وانما احنا شو نسميه بجصان فضل مو شو يسموه فضل اليوم تدفع لي باكر انت انا بدفع لك وتمشي كلهن هيك هسه من انشالت يعني قام الفقير يتحرج وقام تصير اكو خسائر انت سؤالك تقول ايش جمعكم هنا وايش لمكم شو كل واحد يعني من كل واحد اول شيء احنا كنا شاردين من القهاوي هوسه ودومنا وعرايك وصياح وشقة وغلط وهذا بلعوف على صف خوش هسه يجوز اليوم من يشوف واحد يشوف خالد مثلا بقهوه ينتقده هذا جاب هنا زين خالد وين يروح احنا اجينا هنا طبعا انت من شفنا هسه لان كاميرا وهاي احنا علاقتنا هنا ماكو فوارق عمريه الله وكيلك هذا الاحترام احنا جينا نحترم خالد والجماعه بس هنا شاقة وعادي ميانه 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 ليش؟ نعم لان احنا هنا سوالفنا وحدنا ماكو فد يعني كبر لنا الصوره من يمك نعم زوم اخوي اي فقلت لك يعني ميانه بيناتنا و مو مثل بالشارع بالشارع لا انتقد لي الحالات بالمجتمع الجصاني الموجودة انتقد لي بعض الحالات الموجودة السلبية هي ماكو منطقة ما بيها حالات هسه احنا نحكي على ولايتنا جصان يعني اكو انتقد حالات على الدراجات على والله الشباب هاي يعني انت انتقد هاي البارحة ورا ما خلصت اللعبة انا شفت اصحح اوراق بالمدرسة نعم. الله وكيلك لو ما تجي الشرطة هاي العالم شلون قاعد ببيوت هذن العالم على الشارع يعني هاي الدراجة والصلانص هاي بدرة مو لموا هذن الصلانصات وكسروهن وهذا زين هنا صارخات بني ما أعرف يعني شنو اللذة مالتها شنو هسه واحد صوت قبل بالعكس قبل الماطورة بصوت هذا بعيب مو خالد هسه صارت بالعكس هسه قاموا يجيبون هاي الصلانصة والصوت إزعاج هسه بعد على الفقير بس المفروض يعني هم يقدر المختار يعرفهم جماعه الاستخبارات يعرفون دول يعني جماعه شي لهم يعني شو يعرفون شو يسوي لهم يعني اخذ عليه تعال استاذ انت ليش ما تقول كلمه للبهات استاذ سلام نعم. من امن العقاب طحم على واديك عقاب ماكو البهات عندنا اصناف مو كل العالم واحد يقول هذا ابني خليه يتونس هذا ابني ما اعرف شنو مو كلها بس احنا من يصير قانون يضبط كل جماعة الدراجات يطبق على الجميع ومن ضمنهم الشرطة نفسهم أولاد الشرطة أولاد الموظفين أولاد هذا بذاك الوقت العالم ما يشوف يعني يصير أبو الصلانصة صوته قوي يصير حالة نشاز فيقوم هو يبطل أحد بس إذا انتقدنا أحد الحالات أكو بعض الحالات السلبية بالمجتمع الجصاني والله هو أنت مجتمعنا الجصاني أنا مو قلت لك إحنا تأثرنا بغير ثقافات فمن نشوف هاي الحالات يجوز بغير مجتمعات مثلا ببغداد وغير بغداد حالة طبيعية بس احنا لان يعني ثقافتنا كانت تختلف معزولة ثقافة احنا محافظين عليها من نجي نذن الثقافات الدخيلة علينا قمنا نشوفها نشاز وبالفعل هي نشاز
وبالفعل اها بس قلت لك بغير مناطق يعني هي طبيعيه فانه هواي وهذا الوقت جاي يتطور يوم عن يوم جاي تتطور يوم عن يوم تجينا ثقافه جديده والمفروض يعني اليوم انت كاعلامي تحارب ذن الثقافات الدخيلة أنا من منبري أحارب الثقافات الدخيلة مرتضى الجماعة كل من ولو كل واحد على قرائبه وعائلته راح تصفى الأمور بس من يترك الحبل على الغارب يعني تتطور هاي ويصير بعد مساوئ أكثر نتمنى بين الجسار تبقى محافظة على إرثها القديم هي مستحيل أنا جاي أقول لك مستحيل ليش؟ لأن قلت لك هذا الانترنت سوالك العالم كله قرية صغيرة قوم أنت تأثر بأبو بغداد وبغداد تأثر بأبو غير منطقة وبأوروبا وما أعرف شنو وهالسوالف فما تقدر أنت تحافظ عليها احنا نقول قدر الإمكان ما نسوي الشغلات اللي هي عكسها يعني ما نجيب شغلات ما تتناسب ويا مجتمعنا قدر الإمكان بذني الشغلات اللي انت تريدني احكي عليها وانا ما احكيت بذني ما يتناسبا ويا مجتمعنا احنا مجتمعنا الجصاني بالخصوص بس بعد هاي يعني توصياتك لاولياء الامور طلبه توصيات منتقاده توصيات والله التوصيات هم طبعا هذا الطالب مراحل مهمه مو يقول هذا الحديث يقول من ضمن الواجبات الابن على ابيه ان يختار له من ضمنهن انه يعني يختار له اسم ومن واجبات هسه احنا نقول من واجبات الاب على ابنه ان يساعده في سبيل حصل دراسه حاليا اللي ما عنده شهاده من يكبر تصير حياته صعبه خاص اقل شهاده تساعده بس ما لي ظل بلا اي شهاده وبلا ايش اسمه يعني الحياه تصير صعبه احنا جاي نشوف عندنا طلاب يعني مستواهم دراسي ضعيف مع الاسف وما اعرف يعني بدون مبرر يعني قبل كان هذا يسرح ويقرا يشتغل ويقرا يساعد اهله ويقرا هسه ذولاك طلاب نايمين 24 ساعه بالبيوت ويجي مصفط وابوه تعبان عليه ملابس لابس احسن لبس واحسن جنطه واحسن مكرم سامع احسن حذاء وهو ما يقرا هاي راد له شويه ضغط من الاب مال هو بهذا الوقت مال انت تعوفه بلي ضغط ما راح يعرف مستقبله هسه هو بتفكيره غير تفكير يعني ما يعرف مستقبله بعدين راح ينصدم فواجب الاب على ابن بان ما يخليه ينصدم خوش من هسه يحاول يعني مثلا يسهل له طريقه ما جاي شوف طلع عندك الرمان والله ما قصرت بارك الله فيكم طبعا مثل ما يقول ناخذ كل الشغلات بليلة واحدة إن شاء الله نسويها عدة أمسيات إن شاء الله يا أهلا وسهلا بخير ودلال أهلا أبو عبد الله إن شاء الله نتمنى بالأيام القادمة الحمود يشاركنا وحسن أحمد راضي عمار هو عسى ولعل هذا باكر عقب يجوز واحد من هذا الحكي اللي حكيناه ولو احنا شنو نحكي أكون المفروض ناس أكبر من يمنا وأحسن من يمنا تحكي نقول أحد يتأثر باشر عقبه نموت احنا هاي ظل ذكرى ام واحد يقول رحمه الله على روح فلان ان شاء الله مساهم كلامنا هذا ايه ان شاء الله انت مساهم يعني وانتقاداتنا ايضا هذا يعني ما والله احنا نريد نحافظ على مجتمعنا الاصيل نعم اي والله يحفظك وشكرا عبد الله خلي شوي فر على النار على لا هسه طبعا الاخ العزيز يقول قهار جابر الموسوي اهلا وسهلا بك حقيقه احنا ما شرفنا بك سابقا يقول شنو الموضوع هي امسيات جصانيه تحت عنوان الملتقى الثقافي لاهالي جصان من تله جصان البيوت الطينيه سابقا هذا موضوعنا مواضيع منوعه ثقافيه اصلاحيه تخدم المجتمع ان شاء الله مصطفى كريم الله يحفظكم يقول عاشت ايدك انتقادات في محلها مصطفى كريم رعد الاسدي الله يحفظكم عاشت ايدك يقول اسعد راضي انا ما اعرف رعد رعد هذا شو اسمه ها الله يحفظكم ان شاء الله صباح محسن الله نوركم عيوني العزيز حسن الركابي الله يحفظك خالد الجصاني الاخ العزيز علي رؤوف الله يحفظك ومشتاقين لك نعم هذا تناسبه هاي الامسيات نعم يعني مثل علي رؤوف هذا المفروض تقنعه وتجيبه في اليوم هم شاعر
وهم رجال قديم وكبير ويعرف تاريخ الولاية. هو شايب مفروض تضغط عليه. علي رؤوف الله يحفظك أبو حسين. أبو مهدي الجصاني تحياتنا وتقديرنا لكم. وسام حميد العبادي الله يحفظك. محمد الطائي حسين الجصاني. الحاج عباس أبو فاطمة يقول جهود مبار. الله يحفظك أخوي العزيز تحياتنا وتقديرنا. طبعا شوفوا لي محمد ما جاي يشوف محمد. حياكم الله وتحياتنا وتقديرنا لك وسلامنا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. سلام الصياد. يقول سلام الصياد واجهي يعني. قلت دير بالك على جيبك. هو انا شو بطني جيبي ما تقلي. هو هاي الامسيات كلها جيوبها اكثر جيوبتي فارغه. ابو محمد الزهيري الله يحفظك. وعلي الشحماني الله يوفقكم. غسان محمد والله تحياتنا للاستاذ القدير الحاج حسن. تحياتنا وتقديرنا لك استاذنا العزيز. ان شاء الله نشوفكم بامسياتته والحج باقر وحج علي زيدان ان شاء الله بامسياته. وان شاء الله احنا مثل ما توعدنا سابقا بانه تكون عندنا امسيات يمكم. يحيى عاصي العزاوي الله يحفظكم. الحنين الى الماضي. نعيم الجصاني ملا الله يحفظك ويسلمك. طبعا اكو مؤمل عباس البدري. انا ارجو المعذره يعني اذا اكو اسماء يعني. اخواني الاعزاء طبعا احنا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر من الامسيات الجصانيه ونوافيكم ان شاء الله بحلقات قادمه باذن الله. حسن محمد الله يحفظك. لا والله انا ويا طبعا الاخوان جاي يشوفكم الغرف الموجوده بالبيوت الجصانيه القديمه. وين تريد انا وياك وين تريد تصور براحتك يعني. هاي الحوش وهاي البيوت القديمه مال الطين الحطب الاجواء الجمريه الشياشه مال الكباب. شوف الحطب ولا حتى من شارع عندهم من هذا الحديث ايضا هناك يعني. الحطب ضامي ترى الحطب ضامي من العين يعني بس يعلون عنه ما يخلصون من. الله يحفظكم اخواني الاعزاء. وطبعا امسيه ممتعه وهادفه ان شاء الله. وتحياتنا وتقديرنا للجميع ونكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله ان شاء الله بحلقات قادمه. طبعا هذا البيت مثل ما جاي تشوفون البيوت الجصانيه متكونه من غرفه بطن غرفه مثل ما جاي تشوفون اذا الصوت شوف غرفه غرفه بعد على الغرفه وبطن غرفه. هاي الغرفه يضوي لنا هنا شويه غرفه هاي يسموها طرمه وغرفتين بالطرمه. نعم اخواني الاعزاء مثل ما جاي تشوفون صورنا شويه السقف اخويا حمودي. شوف هو مرقوم هذا بقماش السقف طبعا مرقوم بقماش. شوف ايش قد حلوه يعني هي صحيح مو ذاك الكبر لكن هي مثل ما جاي يشوفها كثير من الروحانيه سابقا بها. والله يحفظكم ويرعاكم مثل ما جاي يشوف احد البيوت الجصانيه. طبعا ننهي بهاي اللقطات القصيره. وهذا الدرج هذا الدرج مال الطين هذا الدرج مال الطين اخذ يلا انا وياك ويا المايك بكت يوصل. طبعا راح يصورنا من درج الطين من فوق الدار اللي هي احنا نسميها الدار سابقا. ما اعرف اذا الصوت وصل يمك حمودي ما اعرف يعني هو الصوت ياكو يمكم انترنت صوت واضح. طبعا هاي حمودي الان فوق الدار او سطح البناء الطين وجاي يصورنا الموقع هذا الحوش اللي احنا موجودين به وهذا المرزاب مالنا سابقا ولو كان جذوع بعدين صار حديث سووه من هاي تشينكو وبليت. هذا ايضا هذا من جذوع تقدر تطي شوي زوم للمرزاب القديم وهاي القعدات الحلوه بهاي البيوت الحلوه اللي بيها المحنه والاخوه وصله الرحم ان شاء الله. والله يحفظكم ويرعاكم. هاي اخر اللقطات ان شاء الله من اعلى البيوت الجصانيه اللي هي فوق الدار اللي نسميها سابقا. وان شاء الله نلتقيكم بحلقات قادمه. ها اخويا خلصت. ان شاء الله انه جاي الاخ نصور بيها طبعا. لا تدس غاد يلا
نعم نعم اخواني الاعزاء، وان شاء الله نكتفي. اي صور علي، صوره صوره بعد انحصر، صوره طالعه 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 قايد زوم زوم اي زوم طالعه نعطي زوم. نعم اخواني الاعزاء، نعم يلا هذا وهذا الحطب وهذا الطبر وهذا المنشار، وإن شاء الله نلتقيكم بأمسية قادمة تحت عنوان الملتقى الثقافي في ناحية جصان مع الأخوة الأعزاء من شباب أهالي جصان، ومثل ما جاي يشوفون أي واحد يريد يجي، إذا يجون جماعة عادي يعني ماكو شكل، أي واحد يريد ينورنا هنا بالبيت هم ماكو كل مانع، الترحيب مستمر. وناخذ هاي آخر لقطة ونستودعكم الله، في أمان الله.